الاجتماع كان يعني في اطار اولا معاينتهم الاستعدادات اللي كيقوم بها وكتقوم بها المكونات الثلاث ديال القطب الجامعي، يعني كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكليه العلوم الفنون اللغات والفنون والعلوم الانسانيه بالاضافه الى كليه العلوم التطبيقيه. يعني ما هي الاستعدادات التي قامت بها هذه المؤسسات لاستقبال الطلبه اثناء الامتحانات؟ اذا فعينوا القاعات، عينوا المدرجات، عينوا الممرات والحواجز المقامه داخل الكليه اللي هي كانت مشكله او محطوطه بواحد الشكل ان الطلبه يولجوا بواحد الانسيابيه، وان الخروج المسار الخروج ماشي هو مسار الدخول، وبان القاعات المدرجات اللي كانت تتحمل 600 طالب غيكون فيها بين 90 حتى 100 طالب، القاعات اللي كت الساعه ديالها 200 طالب غيكون فيها غير 48. اذا فمساله التباعد الاجتماعي هي متوافره، وهذا الشيء اللي عينته اللجنه. وبالاضافه الى اننا في الكليه الثلاث يعني وفرنا كميات هائله من الكمامات، باعتبار ان غادي نوفروا للطلبه الكمامات عند الدخول للقطب الجامعي، بالاضافه للاجهزه ديال القياس الحراره، يعني الطالب قبل ما يولج للمؤسسه غادي يقيس الحراره ديالو والتعقيم ديال اليدين والرجلين. كل طالب غادي يعرف المسار ديالو وغيمشي ليه بلا ما يلتقي بالطالب الاخر. حنا فضلنا اننا نبداو بالسداسي السادس، اولا لانه قليل، وان يعني مستوى اشهادي، وان الطلبه بحاجه للدبلومات ديالهم والاجازات ديالهم، لانهم مقبلون على ماسترات وعلى مباريات، اذا فعندهم الاسبقيه وهم قلال. ومن بعد السداسي الرابع ومن بعد السداسي الثاني. من ضمن التدابير اللي قمنا بها، اولا تدابير بيداغوجيه، حيث ان تقويمات عباره غالبيتها عباره عن كيو سي ام ولمده ساعه واحده، حيث الطالب يدخل الى قاعه الامتحان ويجتاز مادتين في ساعتين ويخرج بعد ذلك من الكلية. أما التدابير الاحترازية والأمنية والوقائية فالمؤسسة أبرمت اتفاقية مع شركة خاصة لضمان التعقيم اليومي، تعقيم الكلي كل مساء، والتعقيم الفصول والمدرجات وإدارات في بين الحصص هذه التقويمات، وايضا شركه النقل الزا لتوفير جميع الظروف كما قلت، الامن والنقل والسلامه لجميع الطلبه وجميع المرتفقين من اساتذه واطر واداريين.